وسهلا بالأصدقاء، حياكم الله من جديد في مخرج 88. وصلنا معكم لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. اليوم تاريخ 21 فبراير أو 21 شباط. في مثل هذا اليوم من عام 1848 كارل ماركس وفريدريك أنجلز ينشران الإعلان الشيوعي. طبعا كارل ماركس يعتبر من أشهر شخصيات عبر التاريخ، كان فيلسوف ألماني واقتصادي وعالم اجتماع ومؤرخ وصحفي واشتراكي ثوري. أفكاره لعبت دورا هاما في تأسيس علم الاجتماع كما هو مذكور، يعني مع أنه أنا أعتقد أنه مؤسس علم الاجتماع هو ابن خلدون رحمة الله عليه. أيضا لعبت أفكاره دور هام في تطوير الحركات الاشتراكية. اعتبر ماركس أحد أعظم الاقتصاديين في التاريخ، ونشر العديد من الكتب خلال حياته، أهمها بيان الحزب الشيوعي.